جماهير شباب ثورة أكتوبر تشرين قد كشفوا لعبة الأحزاب وفضحوا هذه اللعبة منذ وقت مبكر، منذ عام 2019 بالتحديد، ولذلك واجهوا بالقوة وبالسلاح وقتل أكثر من 8000 شهيد وأكثر من 25000 جريح بسبب دعوتهم إلى إصلاح النظام في العراق وتغيير هذا النظام إلى نظام يعزز روح المواطنة والهوية الوطنية. ما يحصل اليوم هو في حالة تدهور للوضع العراقي. هم في فترة الانتخابات معروف أنه من تقديم البطانية و علب أو سلة التغذية إلى الوعود في قطع الأراضي، وهذه معروفة في انتخابات 2018 كيف جرت عمليات الكذب والتدجيل على المواطنين بتوزيع أراضي ما كان لها أي وجود في الواقع. اليوم كذلك تعاد نفس الطرق ونفس الأساليب، وهي بذاتها لا تغير من قناعة الشعب. أنا أراقب كمراقب سياسي وكعراقي، أعتقد أنه أكو هنالك الآن رفض عام حتى لمسألة الانتخابات، وهنالك دعوات للمقاطعة، وأعتقد مرور الأيام ستكون مقابل مثل هذه الدعوات للإغراء لبعض الناس دكتور صناديق الاقتراع، ستكون هنالك دعوات لمقاطعة هذه الانتخابات.